السلام عليكم الغزالات، السلام عليكم المتتبعات الغاليات ديالي. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، فيديو ماشي من نوع الفيديوهات اللي تنبغيو، ماشي من نوع الفيديوهات اللي تنحطهم بزاف في القناه ديالي، الا وهو الفيديو ديال الجواب. يعني ما تنبغيش نجاوب بزاف على بزاف ديال الحاجات، وانما اليوم غادي نجاوب. علاش؟ لان الحاجه اللي غادي نجاوب عليها تتهمني بزاف، تتقيسني بزاف، وتتقيس تنظن اي مغربي، وهي انك تقيس الانسان في وطنيته، وانك تقيس الانسان في مغربيته، وتقيسه في شي حاجات اللي هما مقدسين عنده. الجواب ديالي اليوم على بعض التعليقات اللي هي كانت قليله، ما كانتش كثيره، وانما نظرا لحساسيه الموضوع، نظرا لاهميه الموضوع بالنسبه لي انا شخصيا كصفاء، لازم ما نرد ولازم ما نجاوب هاد الناس هادو، لانهم مسوني في اغلى ما عندي كيف ما تنقولوا. التعليقات اللي جات باش نحطكم معايا في الصوره هي بخصوص الفيديو اللي قبل الاخير، هو الفيديو اللي هضرت فيه على النزله ديالي للمغرب، اللي هضرت فقط حطيت رؤوس اقلام، يعني حتى ما دخلتش في تفاصيل، ما هضرتش في بزاف الحاجات. ولكن بما ان البنات كلهم تيقولوا لي واش رجعتي، واش ما رجعتيش، علاش غبتي، ما كملتي لناش الفلوغات في المغرب، فدرت فيديو وضحت ليهم وقلت لهم ان هاد العطله ديالي ديال المغرب ديال هاد العام كانت من أسوأ عطله في العطلات كاملين اللي نزلت، يعني كلهم كنت نمشي ناشطه ونجي ناشطه في اي هبطه وفي اي بلاصه، لا في المغرب لا في خارج المغرب، راه ضروري تيوقعوا لك شي مناوشات، شي هادي، يعني ما تتكونش الدنيا غدا كلها وردي وردي كما تنقولوا، ولكن داكشي متجاوز ما تنهضروش عليه. هاد العام علاش هضرت؟ لان فعلا وقعوا لي بزاف ديال الحوايج اللي ضروني، واللي جات من اللي جات مضروره منهم بزاف انايا شخصيا ونفسيا من الداخل، لا انا لا الاسره ديالي. هادشي علاش هضرت. جاوا بعض الناس ما غاديش نعمم بطبيعه الحال، يعني الحمد لله الاغلبيه تفهموا المحتوى الفيديو. جاوا بعض الناس اللي تيقولوا انت شوهتي بالمغرب، علاش دايره هذا الفيديو باش تشوهي على المغرب، مع انني في لا في العنوان لا في المحتوى داخل الفيديو انا ما هضرتش على المغرب بصفه عامه، انا هضرت على تجربتي، على انا كصفاء كرجلي كولادي كعائلتي حنا شنو وقع لنا تما، او المواقف اللي تعرضنا لهم. وكي تنقولوا تيجيو مرادفين، شي مرات الله يحفظ تيبداو يجيوك شي مشاكل مرادفين حاجه مور حاجه، فحنا هادشي اللي وقع لنا. فانا هادشي علاش هضرت، هضرت عليه بصفه شخصيه، يعني ما حاولتش نعمم. جاو بعض الناس دخلوا هادي انا باش كي تنقولوا نفترضوا حسن النيه، هاد الناس هادو غادي نقسمهم لجوج ديال الاقسام. غادي نقول القسم الاول هما ناس ما فهموش ربما المحتوى، ربما ما فهموش الخطاب اللي انايا قلت، وتسرعوا كتبوا لي انت شوهتي المغرب او درتي او درتي. هاد الناس اللي غنفترضوا فيهم حسن النيه، فنتمنى ان فاش يشوفوا هذا الفيديو يفهموا انني انا ما عندي حتى نيه نسيء المغرب، وما عندي حتى ربح نسيء المغرب، لان المغرب بلادي كيف بلادك كيف بلاد الاخرى كيف بلاد الاخرى، سواء عايشين فيه ولا ما عايشينش فيه راه تيبقى بلادنا، يعني راه حتى واحد ما مغربي اكثر من الاخر، باش نكونوا بعدا واضحين على هاد النقطه. وغنحيدوا هاد الناس اللي افترضنا فيهم حسن النيه، وغندوزوا للناس اللي غنفترضوا فيهم سوء النيه، وهما اللي كي تيقولوا المصريين بيصطادوا في الميه العكره، يعني تيبقاو ساكتين ساكتين لابدين كي تنقولوا، اون فوا تيسينو لك شي حاجه اللي تحطيها، اللي يحاولوا يقلبوها عليك ويحاولوا يؤولوها ويحاولوا يقولوا. هاد الناس اللي غادي نقول لهم، نقول لهم اولا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، نقول لهم ثانيا انا اخر وحده تقدروا تجيو تكتبوا لي بحال هاد التعليقات، حيت انا ما عنديش علاش نشوه المغرب، وانا ما عمري شوهت المغرب، الحمد لله ديما مشرفه المغرب، لا فاش كنت فيه لا فاش خرجت منه، يعني ديما مشرفه المغرب، وديما معروف عليا واحد النقطه، داك علاش نقول لكم هذا الشيء اللي داروا مسني انا بالخصوص، حيت تنعرف ناس اخرين ممكن تيكون عندهم ديك النغزات الوطنيه، يعني عادي راه تنبغي بلادي مي ماشي اوفر، انا بالخصوص عندي ديك النغزات الوطنيه اوفر اوفر، يعني انا حتى في صحاباتي والناس اللي دايرين بيا فاش تيبغيو يستفزوني ولا تيبغيو ينبشوني تيبقاو يهضروا لي على المغرب، بقاو يقولوا لي المغرب ولا المغرب خايب، صافي تيعرفوني غادي نشعل، يعني عارفين الكود بين ديالي انا هو هاد النقطه، ان شي حد يجبد لي بلادي راه لا راجلي لا الناس اللي تيعرفوني عارفين عندي هاد الكود بين، هذا الموضوع بالنسبه لي حساس، يعني حتى واحد ما يناقشني فيه.
فيجي واحد اخر، تجي وحده اخرى وتدخل تكتب لي في التعليقات ايوا شو تو المغرب، ايوا فاش تخرجوا من المغرب تيتحل لكم اللسان. بغي نقول لك حبيبه بيضه، اولا انا ما خرجتش من المغرب وتحل لي لسان، بالعكس انا فاش خرجت من المغرب تعقد لي اللسان، هذه باش نكونوا متفقين عليها. لان انا فاش خرجت من المغرب وليت عايشه برا المغرب، ولا عندي تبدلت الرؤيه ديالي للامور، ولا عندي داك الحنين للمغتربين، ولا عندي داك الشوك، وبكثر داك الشوك تيخليني دائما تنشوف هي الحاجات الزوينه، ودائما موحشه نمشي ومحشه بزاف د الحوايج، فما تنهضرش على الحوايج اللي خصني تهضر عليهم. اما انا فاش كنت عايشه في المغرب تما فين كان محلول لي الفم، حيت فاش كنت عايشه في المغرب كنت مناضله، وكنت مع الاحزاب السياسيه، كنت مع حزب التجمع الوطني للاحرار، كنت في لجنه المراه، كنت مع حزب الاصاله والمعاصره، كنت انا الكاتبه العامه للجنه الجهويه ديال الشباب في مكناس التفيلات انذاك، ملي كانت جهه مكناس التفيلات. يعني بالعكس انا ملي كنت في المغرب كنت مناضله وكان مطلوق لي لسان، كنت نخرج في مظاهرات، كنت تنعبر على رايي بكل حريه، كنت تنحارب الفساد ومظاهر الفساد، كنت اي حاجه تنشوفها تقدر تضر بلادي تنهضر عليها، حيت اللي تيهضر على الحوايج الخايبين ماشي هو اللي تيضر بلادو، ماشي هو اللي تيشوه بلادو، بالعكس اللي تيشوه المغرب هما الناس اللي تيسكتو، اللي تيشوه المغرب هما الناس اللي تيسكتو، اللي ما باغينش البلاد تكون حسن. اما الناس اللي تيهضروا ويقولوا هذه خايبه وهذه زوينه، بالعكس هذوك هما اللي تيبغيو المغرب، وهذوك هما اللي باغيين يشوفوا المغرب حسن، لان الغيره على البلاد هي اللي تتهضر. اللي ما عندوش الغيره هو اللي ما تيهضرش، اما اللي عنده غيره على بلاده راه تيشوف الحاجه خايبه خصو يهضر عليها، يشوف الغلط تيقول هذا غلط، يشوف مظاهر الفساد تيقول مظاهر الفساد، يشوف الاجرام يقول هذا الاجرام ما خصوش يكون. هذا ما عمر الكلام كان شوها، او لا الكلام كان مع العلم. انا نرجع نقول بين قوسين انني انا فاش هضرت هضرت على تجربتي الشخصيه، انا ما هضرتش على 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 الوضع العام في المغرب ككل، انا هضرت على تجربتي الشخصيه. يعني ما عطيتش لنفسي الحق انني نناقش الموضوع، مع ان بزاف الناس في اليوتيوب لا يفقهون شيئا مع احتراماتي، ودايرين قنوات وطالعين تيديروا التحليلات في مواضيع اجتماعيه، مواضيع اقتصاديه، ومواضيع سياسيه، وكل ما يهم الشارع، وكل ما يهم الراي العام المغربي، تيقيلوا تيحللوا، وهما ناس فاش تسمع لتحليلهم بالعقل ناس فارغين ما عندهم ما يقولوا. انا باش تنتفرج تنحس براسي تنبقى نقول انا دابا كون كندير فيديو مثلا في هذا الموضوع الفلاني اللي هضر فيه هذا الشخص، عندي ما نقول، عندي ما نقول في جميع النواحي، وعندي ما نحلل، وعندي واحد الباجاج، ومع ذلك ما تنعطيش لنفسي هذا الحق. في القناه ديالي ما عمري طلعت هضرت في شي مواضيع اجتماعيه ولا في شي مواضيع وقلت نقول هذه هذه هذه، نقدر تناقش، انا عزيز عليا النقاشات، تناقش مع الزوج ديالي، تناقش في جلسات مع الاصدقاء، مع العائله تنقدر نناقش، خصوصا سياسيا، يعني مناقشه سياسيه الحمد لله بارعه. ولكن في اليوتيوب ما تناقش، تنقول انا تنخدم ضميري، وهذه هي المشكل. الانسان اللي تيخدم ضميره بزاف اقسم بالله ما تيلقاش الزهر مع 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 عباد الله، لان انا تنخدم ضميري. انا إيه ابسط حاجه تنبغي نديرها تنبقى نقول واش انا عندي الحق نديرها؟ واخا القناه ديالي انا ما عمري طلعت في قناتي جبدت الناس وحللت اسماء بيوتي، لا جد دبزت مع عجوزتها، فلانه لا جد دبزت مع راجلها، وفلانه مربوحه دارت، ما عمري تدخلت في شي حد، لان انا ما تنعطيش لنفسي هذا الحق، عكس ناس اخرين اللي تيطلعوا يهضروا في كاع المواضيع اللي بعادين عليهم، وتيقول لك انا قناتي نهضر فاش بغيت. انا ما عمري قلت انا قناتي نهضر فاش بغيت، انا تنعتبر القناه قناتي وقناتكم تنتوما، وتنحاسب نفسي، تندير المحاسبه الذاتيه، انا تنحاسب نفسي قبل ما يحاسبني الاخر. اي حاجه بغيت نديرها واي موضوع بغيت نهضر فيه تنحاسب نفسي انا الاولى، وتنشوف راسي واش عندي الاحق يا نهضر في داك الموضوع ولا عندي الحق عاد تنحطو. يعني فاش انا حطيت الموضوع ماشي حطيته عن جهل ولا سقط سهوا، انا حطيته وعارفه راسي شنو تنقول، ومثبته هضرتي وعارفه راسي هضرت على تجربتي الشخصيه فقط، ما حللتش الوضع في المغرب، وتي الا جيت نحلل في الوضع في المغرب عندي ما نقول، وغادي نهضر بمنطقيه، وغنهضر بغيره وبحب، ماشي انا نهضر باش نشوه المغرب. يعني حتى وحده ما تجي تقول لي الله يرحم الوالدين هذوك البنات اللي كتبوا دوك التعليقات، حتى وحده ما تعاود تكتب لي بحال دوك التعليقات، لانني اصلا غادي نبلوكيهم اوتوماتيكمون، لان الوطنيه ما تنزيدوش عليها. انا تنكره هاد جوج حاجات، اللي تيدخل في التعليقات يبغي يزايد على الوطنيه ويزايد على الدين، يبغي يدخل يقول لك انا مغربي اكثر منك،
ولا انا تنبغي البلاد اكثر منك، ولا اللي تيدخل يزايد على الدين ويقول لك انا متدين اكثر منك، انا تنخاف من الله اكثر منك. هادو جوج الامور ما عليهمش المزايده، هادو جوج الامور ما عليهمش المزايده. وحتى واحد ما غيرضى على نفسه يجي شي واحد يزايدو على وطنيته او يزايدو على دينه او يزايدو على. فعفاك هاد 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 النوع من التعليقات ما عندولاش. الناس اللي ما فهموش انا شنو قلت، انا قلت لكم شنو قلت. الناس اللي بلقاوها طريق باش يدخلوا يبداو تيكريتيكي ولا وانتي لا وانتي، راه ما عندكم فين فين تدخلوا معايا انا، لانني واضحه الحمد لله. هذه اولا. ثانيا انا اللي تتقولوا لي تنهضر مع دوك الناس مع دوك الفئه، انا تتقولوا لي شوهتي المغرب، انا شوهت المغرب من نيتكم، انا شوهت المغرب. هذه اللي تتقولوا لها شوهت المغرب. تبليسيت شي ثلاثه المرات بعدا غير السيمي في المغربي في المظاهرات من سن منذ نعومه الاظافر كي تيقولوا. شحال مره تضربت في المظاهرات، شحال مره واحد المره كاع تفر عليها هذا الكو ديالي هنايا، وتنخرج وتنهضر وتندير. انا تتهضروا معايا فاش كنت تنوقف ندير مداخله، كانوا الناس اللي دوبلوا عمري على ثلاثه وعلى اربعه تيصفقوا وتيوقفوا تيقولوا شكون هاديك. انا في حزب التجمع الوطني الاحرار نهار وقفت درت مداخله اول مره نمشي، العالم يتازي الله يرحمه قال لهم شكون هاديك، هاديك شكون. بقوت لي انا هضرتي تتبقى في ودن الناس، وبقوت لي تنهضر وعارفه راسي شنو نقول، وبقوت لي هضرتي اي واحد سمعها تيلمس فيها الوطنيه. اللي تجيو نتوما دابا تمسوا بوطنيتي، انايا ما كايناش شي مظاهره او شي مسيره مليونيه دارت في المغرب في الوقت اللي كنت انا في المغرب ما حضرتش ليها، سواء الوقت اللي دارت اسبانيا التصريحات ديالها ضد مغربيه الصحراء، المليونيه ديال كازا، المليونيه ديال الرباط، كنت نسافر باش نمشي في مظاهرات وباش نقول انا مغربيه وندافع على بلادي. من بعد ما جيت هنايا ايضا لامريكا ما حبستش. انا نهار اللي بان كي مون اللي عقلته قال ايضا واحد التصريحات اللي تتمس بالوحده الترابيه، كانت انا بنتي في ذاك الوقت عمرها عام، وخليت بنتي وخليت ولدي وسافرت لنيويورك دار باربعة ساعات ونص ديال الطريق باش نوقف امام المقر ديال الامم المتحده وباش نقول لا، وباش نهز الرايه بلادي ونقول لا. اي جي تجي انت دابا في التعليق تقولي لي انت ماشي مغربيه، وانا انا متاكده ان واحد النسبه ما غنقولش كلشي، ولكن واحد النسبه من دوك الناس اللي دخلوا كتبوا التعليقات وتيقولوا لي انت شوهتي بالمغرب، الا قلت لها غير فوقاش المغرب خدا الاستقلال ديالو ما غاديش تعرف. الا قلت لها غير قولي لي شي تاريخ من تواريخ الاعياد الوطنيه اللي عندنا في المغرب ما غاديش تعرف. الا قلت لها قولي لي التاريخ ديال المغرب ما غاديش تعرفوا. هادي تجي تقول لي انا انت شوهتي بالمغرب، نقول لك لا. جايه ناشطه انا راه مفقوصه. اه خليني نهضر غتنصور ومطعونه. It's not like glass, it's snow cone. شنو هذاك؟ Snow cone. سنو يلا قولي وخليني. وخليني نكمل. Say snow cone. Snow cone. باي باي. باي باي وخليني نهضر. فبرداتني جانا صافي كنت صافي بديت نعرف. فالمهم غادي نقول لك انا كيف قلت سافرت اربعة ساعات ونص باش نمشي امام مقر الامم المتحده، وراه كاينه الصور في البروفيلات ديالي اللي بغى يرجع ليها، وكاينين فيديوهات اللي في اليوتيوب نزلتهم امام امام المقر ديال الامم المتحده. ورجعت من انا عاقله رجعت من ديك الوقفه، والنهار الثاني على التوالي كان وزير الجاليه المغربيه انس بيرو كان جاي لهنا، ورغم العيا ديال سفرت نيويورك وعاود لبست حوايجي ومازال ما تنسوق. ها هادشي تنقول لكم مازال ما بديت نسوق، وراجلي مسكين تيديني ولادي صغار وتنخلي له ولادي بالرضاعة وبليكوش وتنقول له ديني نحضر. والنهار الثاني قلت لكم جا الوزير المكلف بالجاليه المغربيه في الخارج السيد انس بيرو، وقلت لراجلي والو تديني، كنت مازال ما تنسوق، وعاوتاني هزتني بولادي برضاضعهم بليكوش ديالهم بجوجهم دي بيبي، ومشيت حتى لوطيل اللي كان فيه داك اللقاء باش نهضر باش نوصل صوتي. ورا داك التسجيل كاين في اليوتيوب، وهضرت مع الوزير وقلت له شنو اللي دار الجاليه وشنو الحوايج اللي تيتشكاو منها وشنو شنو 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 شنو. الفيديوهات كثار عندي في القناه اللي تنظن ما كاينينش في قنوات اخرين، باش نكونوا واضحين، قنوات اخرين خارج المغرب الماكله والشراب والشوبين والدوران، حتى وحده ما تتمشي تصور في السفاره، وحتى وحده ما تتمشي تصور في عيد المسيره الخضراء، وحتى وحده ما تتمشي تصور. يا انا الاولى في اليوتيوب مشيت،
علاش؟ لان انا هكاك اي حاجه فيها ريحه المغرب تنمشي انا الاولى تنجري، باش هادي تجي وحده اخرى هادي تجي دابا تقول لي اه انت حيت قلتي العطله دازت لك خايبه اذا انت تشوهوا المغرب. انت تشوهوش المغرب، المغرب تيشوهوا الناس الفاسدين، المغرب تيشوهوا الناس اللي فاش تيشوفوا الجرائم تيكونوا تيصوروا بالتليفونات ومخبعين وما تيقدروش يعيطوا حتى للبوليس. هذوك هما الناس اللي تيشوهوا بالمغرب لانهم ما تيديروا حتى رده فعل. المواطنه راه فعل، المواطنه ماشي قول. الانسان اللي بصح عنده روح المواطنه خصو يدير واحد الفعل باش يغير البلاد، باش يغير المنكر. الفعل ما كاينش، الناس تيبقاو مخبعين ويدخلوا يتعايروا في لي كومونتير. انا مغربي، الا دخل شي حد في شي تعليق ماشي مغربي قال شي كلمه تيهجموا المغاربه في المعيار في الكومونتير، تيهجموا يعايروا زعما هكا حنا مغاربه، هكا حنا فينا الغيره. انا ما عمري في حياتي عايرت شي حد في شي كومونتير، حيت انا عارفه المعيار ماشي هو اللي يشرف المغرب وماشي هو اللي غيبين راه انا مغربيه وتنبغي المغرب. تنبغي المغرب خصني نبان بصوره نقيه اللي تشرفني وتشرف وجه المغرب، ماشي ندخل نعاير الناس. هذيك هي الوطنيه. راه كاين الناس بزاف بعادين على مفهوم الوطنيه، ما تيعرفوش شنو هي الوطنيه. راه كاين الوطنيه شكل وكاين التنمر ضد الاخر شكل اخر. كاين بعض الناس انا تنشوفو في مواقع التواصل الاجتماعي عندهم حاله ديال التنمر، عندهم حالات ديال العنصريه ضد الاخر. هذيك ما تتفسرش انها وطنيه ولا انها حب الوطن، هذيك بعيده كل البعد. ولكن الناس سبحان الله عندهم سوء الفهم وعندهم سوء التحليل للمواضيع. فالمهم انا ما بغيتش نزيد نهضر، تنظن طولت في هذا الفيديو. الله يرحم بها الوالدين. انا هضرت على تجربتي الشخصيه، هضرت على تجربتي الشخصيه، وباش تعرفوني انني واحد الانسان اللي عندي ضمير وتنحكم ضميري. انا وقع لي مشكل كبير في المغرب، المشكل الان في المحكمه، وانا شفت محامي اللي غادي يدافع عليا. وقلت لكم في الفيديو انا خليت الامور في يد القضاء المغربي وكل ثقه في القضاء المغربي. لو كان كنت شي انسانه اللي تتستغل المواقف، اول حاجه غنديرها غنستغل قناتي وغادي نوض نصور فيديو في ديك الساعه ونقول انا تضربت وانا درت وانا مشيت للكوميساريه والبوليس داروا لي وتحقرنا في بلادنا والبوليس رشاويه ونقص نفضح. ولكن انا ما درتش هادشي، انا مشيت قانونيه، توجهت للقانون، توجهت للقضاء، والقناه ديالي خليتها بعيده. مع ان كاع الناس اللي تعرفوني كانوا تيقولوا لي خصك تصوري، كان خصك تصوري الاعتداء وتصوري وسط الكوميساريه وتصوري المعامله اللي تعاملتوها وتصوري الماتش اللي تباع قدام عينيكم والمعارف اللي تدخلوا من جهه الطرف الاخر وكيفاش تقلبات القضيه. بزاف د الحوايج، ولكن انا ما صورتش، ما صورتش، لان في ديك اللحظه تنفكر في حقي وتنفكر ان البلاد فيها قانون، تنفكر ان البلاد فيها قانون. ولحد الان انا مخليه الامور للقانون، وانما الا القانون ما خداش مجراه ولا حقي ما رجعليش، راه كونوا متاكدين انني قصه كامله غادي نخرجها للسوشيال ميديا، وان شاء الله توصل فين ما بغات توصل. لازم نهضر على حقي، انا ما تنسكتش على حقي، وهذا ما تيمسش مغربيتي. انا اللي كنت نهضر على حقي هذا ما تيمس تضره من مغربيتي او من وطنيتي او من حبي للبلاد. انا فاش هضرت شنو اللي ضريت به المغرب؟ قلت انا اول ما هبطت وقع القضيه ديال الاغتصاب، واش انا اللي غادي نقول ان الطفل في مكناس تغتصب وتقتل؟ العالم كامل عرف داك الشيء وقع، وداك الشيء وقع فوقاش في شهر 6، في الاخر شهر 6 انا عاد هضرت عليه هذا الاسبوع. يعني الناس ما كانوش سايقين الخبر، تيتسينوني انا تنجي في شهر 9 ندير الفيديو عاد نشوه بالمغرب. وهذاك الشيء حوادث حنا عارفينهم منفرده، ولكن داك الشيء راه تيأثر على النفسيه عباد الله. واش انا ماشي بشر؟ وريوني شي مغربي سواء داخل ولا خارج المغرب، يعني حتى كنت في امريكا راه غنتأثر. يعني المكان ما غيفرق والو في الاحساس، المكان ما غيفرقش في الاحساس. اي واحد تأثر، فاي واحد شاف داك القصه، اي واحد شاف داك الطفل شنو وقع له، مرض. الناس مرضوا، واش غادي نكذبوا على الله؟ الناس مرضوا. انا راه كنت في المغرب ماشي كنت في شي بلاد اخرى. لا العائله، لا الجيران، لا الحباب، لا الحوانت، لا المحلات، لا في الشارع، لا في السوق، لا في الطاكسي، فين ما ركبتي فين ما دخلتي الناس تيهضروا في نفس الموضوع. كلشي تيقول لك ولينا خايفين، ولينا خايفين، اش هاد الشيء؟ يعني هاد الهضره تيلا قلتها، انا ما قلتهاش اصلا في الفيديو، ولكن تيلا قلتها راه العالم تيقولها، المغرب كامل تيقولها. علاش حنا عندنا هاد الحساسيه فاش تينوضوا المغاربه يهضروا؟ ماشي المغاربه بمعنى المغاربه، يعني المغاربه المقيمين في المغرب، فاش تينوضوا يهضروا مزيانين،
فين ما دخلتي تيتشكاو مزيانين، يطلعوا في شوف تيفي وفي مواقع التواصل الاجتماعي ويغوتوا ويقولوا حنا خايفين وولادنا مهددين وهادي وهادي وهادي، مزيانين. فاش تيجي واحد المغربي اللي هو عايش برا المغرب ويهضر ما مزيانش، ما منحقوش. واش حنا ما منحقناش نهضروا على بلادنا؟ واش حنا ما منحقناش الا تضرينا نقولوا تضرينا؟ علاش علاش اللي في المغرب فاش تيوقع لهم المشكل تيهضروا تنتضامنوا معاهم؟ وفي لي كومونتير راه حنا تنشوفوا، ندخلوا الفيسبوك كلشي تيكتب لهم والله الا عندكم الحق، ما بقى ما يعجب ما هادي. فاش تيجي شي حد يقول نفس الهضره ولكن هو عايش برا المغرب كلشي تيهجم عليه، اه خرجتوا برا المغرب تحل لكم الفم، البلاد زينه، نتوما شوهتوا البلاد، نتوما تتكريتيكيو البلاد. واش حنا حماق؟ واش انا غادي نخسر 5.5 مليون ديال الطياره بوحدها الي روتور انا وراجلي ولادي باش نمشي نكريتيكي المغرب ونجي؟ تخيلوا معايا، هادي بنادم غادي يخسر هاد المبالغ باش يمشي كريتيكي ولا باش يمشي يتفقص ولا باش راه بنادم مادام خاسر فلوسه وغادي يعني راه غادي كله امل وكله طاقه وغادي فرحان وباغي يشوف حبابه ومحش بلاده، يعني راه اول واحد تتوقع له خيبه الامل فاش تيطيح في المشاكل راه هو حنا. وفاش تنهضروا تنهضروا من غيرتنا على 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 البلاد وغيرتنا على المغرب، مع اني ما هضرتش. دابا تنرجعوا نقول مع اني ما هضرتش، انا كون غير هضرت على الموضوع على الوضع في المغرب ما يبقاش فيا الحال نقول انا ناقشت الموضوع، المشكله انني هضرت على نفسي ومع ذلك تعرضت للهجوم. فالمهم ناري 22 دقيقه طولت بزاف لان المواضيع بقات تمشي لي هنا وهنا. فالمهم انا فاش ذكرت الاغتصاب، ماشي ذكرت الاغتصاب على اساس انني انا كنت خايفه وكليميني ما نعرفت شنو، الرعب كان فينا ايه بحالنا بحال كاع المغاربه، ماشي لانني انا جايه من امريكان ولا حيت الاخرى جايه من الطاليان، لا حيت هذاك هو الوضع اللي كان في ديك الحاجه في ذاك الوقت، واللي خسر لي انا العطله ديالي هو النفسيه اكثر من الخوف. انا كنت نخرج وندخل ونمشي للمدينه وندور في الدروبه، يعني الحمد لله ما ماشي لديك الدرجه انني تنموت بالخلعه في الدار، راني تنخرج، ولكن نفسيا مرضت. راه كلنا مرضنا واش نكذبوا على راسنا؟ موراه مباشره وقعت القضيه ديال حنان اللي ماتت مسكينه بالقراعي. انا ما شفتش الفيديو صيفطوه لي ومسحته، غير المعاوده بوحدها مرضاتني في نفسيتي، بقيت عاود واحد الاسبوع وانا نفسيتي تنتخيل المنظر تنمرض. ورا الكونجي سهلة سيمانه هنا سيمانه هنا مورا، يعني صافي ما نكذبش. الفتره الوحيده اللي ارتحيت شويه فيها هي فاش سافرنا لمراكش غير انا وخالد، شويه ارتحيت شويه. يلا رجعت من مراكش شعلت التليفون لقيت القصه ديال الطفله هبه اللي تحرقات. هذا ماشي ذنبي انا، هذا الشيء جا متابع، ماشي ذنبي انا، هذا الشيء جا متابع واثر على نفسيتي وعلى نفسيه الاخرى والاخرى. ونتحدى اي واحد هذا الشيء ما اثرلوش على نفسيته في ديك لا بيريود هذيك، لان جا داك الشيء متابع وبنادم تيشوف والسوشيال ميديا تتنشر والمواقع تنشروا والصور، يعني بنادم تيتاثر. فين كاينه الشوهه في هذا الشيء؟ فين انا شوهت المغرب في هذا الشيء؟ مهم اسال الله الهدايه لي ولكم. انا راه ما عمري غادي نشوه المغرب وما عمري الحمد لله شوهت المغرب، انا دائما مغربيه وافتخر. وتنختم القول ديالي كيف ما قلت في الاول ان المغربيه والوطنيه افعال وليست اقوال، والمغربي القح واللي تيبغي بلادو هو اللي تيهضر هو اللي تيلاحظ هو اللي تيبغي بلادو تزيد للقدام، ماشي هو اللي تيسكت ويتخبع ويعاير مول التعليقات. هذاك تيتسمى مواطن سلبي، حنا خصنا نكونوا مواطنين ايجابيين وبصيغه ايجابيه. الحمد لله مغاربه حتى الموت، والله الوطن الملك. امه المغرب في سبيل